أقول لابني أبوك مين لما يكبر، خاصة كل اللي يشوفه يقول له شبه أبوه. اتجوزها عرفي ورفض يعترف بابنه اللي حتى منه، وسرق ورقة الجواز العرفي دي، فكان مصيره الحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف كمان، وكله بالأدلة والقانون. أخذ لاعب الزمالك السابق إسلام جابر عقوبته اللي يستحقها، وقدرت مراته تاخد حقها منه تالت ومتلت، والابن يعرف أبوه مين. فيا ترى إيه حكاية جواز إسلام جابر العرفي ده؟ إزاي اتجوز البنت دي على مراته؟ وإيه علاقة إمام عاشور بجوازه منها؟ ليه رفض الاعتراف باللي في بطنها وأنكر؟ وإيه حقيقة التهديدات اللي كانت مراته الأولى بتبعتها للمجني عليها؟ هل كانت عارفة بالجوازة؟ تفاصيل وحكايات سرية في حياة إسلام جابر مش هتصدق طلع بيعمل إيه. اتعرف على بنت عندها 34 سنة ومن خلال أحد الأصدقاء، هو كان عنده 26 سنة ووقع في حبها ومحدش سمع عليه، طلب منها الجواز بعقد عرفي، وده من خلال محامي وصديق لإسلام جابر في نفس الوقت، وده حصل في شهر مارس 2022. واحدة واحدة حصل الجواز العرفي وأجر لها شقة في الهرم، ولما حملت بنه وبلغته في الشهر الرابع بدأ يتغير معاها وطلب منها تتخلص من الجنين في أسرع وقت، وخد منها ورقتين العرفي. أنكر إن اللي في بطنها ابنه ما يعرفش عنه حاجة، ولكن هي رفضت اللي قاله ده وقررت تاخد حقها بالقانون. قدمت دعوة نسب من فترة لمحكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها علشان ما كانش لسه المولود اتولد، لكن هي صممت تاخد حقها وحق اللي في بطنها، ولما الولد اتولد وكمل 3 شهور رفعت دعوة تانية واللي تم تأجيلها النهاردة. قدمت اللي يثبت باختيار الولادة من أحد المستشفيات مش مكتوب فيه اسم المولود أو الأب. الساعات اللي فاتت تم تأييد حبس إسلام جابر سنة مع شغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف، وده بسبب التهم اللي توجهت ليه إنه سرق ورقة الجواز العرفي ورفض الاعتراف بابنه. لكن دفاع المجني عليها قدم صور من محادثات بين موكلته واللاعب لمحاولة إقناعها بالتنازل والتخلص من الجنين، وده كان دليل على إن في علاقة بينهم. كمان قال إن موكلته كانت بتتعرض لتهديدات بشكل مستمر من زوجة إسلام جابر بسمة خالد، عبارة عن محادثات بينها وبين المجني عليها ومحادثات بين المجني عليها والمتهم إسلام جابر. الغريب إن إسلام في تصريحات ليه قبل كده قال إنه ما يعرفش حاجة عن الواقعة دي، ولا يعرف الست دي، ولا عمره شافها. طب يا ترى إيه علاقة إمام عاشور بالموضوع ده؟ وليه في فترة من الفترات اسمه اتجاب في القضية؟ إمام عاشور اسمه جه قبل كده في قضية إسلام جابر في الأول لما ظهرت واتهمته بالارتباط بها في السر، وقدمت بلاغ ضده، والبلاغ كان في اتهام لإسلام جابر بسرقة العقد، لكن هو نفى وأنكر في البداية ولبس الموضوع لإمام عاشور وقال إنه كان وسيط بينهم علشان يحل الموضوع. لكن وقتها إمام عاشور اتضايق جدا وكتب على صفحته الشخصية فيسبوك: لا طاقة لي للكلام، ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت، حسبي الله ونعم الوكيل. وقتها اللي وقف جنبه ودعمه هو ميدو ودافع عنه وأكد إنه مظلوم وإن اللي بيتقال عنه مجرد شائعات، وده علشان يشتتوه ويقفلوا من تركيزه بعد تتويج الزمالك بالدوري ساعتها. مفيش حد فوق القانون، واللي غلط بيتعاقب، ومش معنى إنه لاعب ومشهور إنه هيطلع منها زي الشعرة من العجين. لكن المحكمة النهاردة قالت كلمتها، وإسلام جابر خد عقوبته للمحكمة شايفة إنه يستحقها. فيا ترى هل كنتم مصدقين إنه متهم فعلا وعمل كده، ولا مش متخيلين إن الجراءة توصل بيه للدرجة دي، وإنه ما يصلحش غلطته وارتكب غلط أكبر في حق ابنه كمان؟